النهارده هنتكلم مع بعض على الدرس الثاني اللي هو توزيع السكان والكثافه السكانيه الموجوده. طيب النهارده بنلاقي ان انا عندي 98.2% من سكان مصر بيعيشوا على مساحه صغيره منها اللي هو 5% من مساحتها. مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، احنا يا دوبك بنعيش على 5% من المساحه دي. بينما عندي 1.8% من السكان بيعيشوا على مساحه 95% من مساحه مصر. طبعا دي المحافظات الموجوده على الحدود زي ناحيه مطروح وعندي جنوب مصر وعندي كمان سينا، كل المناطق دي يا دوب بيعيش فيها 1.8% من السكان على مساحه 95% من مساحه مصر. طب ايه العوامل بتاثر في توزيع السكان؟ قال في عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. عوامل طبيعيه زي الميه بتركز دايما السكان في المناطق اللي فيها ميه. التربه الخصبه، كل ما بيكون عندي في تربه خصبه كل ما يكون فيها سكان. طب فين؟ هل عندي وسط وجنوب الدلتا من المناطق الموجود فيها خصوبه للتربه بشكل كويس بالتالي فيها سكان كتير، بيقلوا دايما في الاطراف الشماليه وده بسبب انتشار المستنقعات، والاطراف الشرقيه والغربيه وده بسبب وجود تربه رمليه وبالتالي التربه بتكون فقيره. المناخ طبعا بيبعد السكان دايما عن مناطق شديده الحراره شديده البروده، وعشان كده هنلاقي عندي السكان دايما الموجودين عندي هتلاقيهم بيقلوا في المناطق الصحراويه نتيجه لارتفاع درجه الحراره، ندره المطر، كل الكلام ده بيخلي عندي في ايه في الاخر؟ بيخلي في الاخر عندي المناخ عامل مؤثر. التضاريس، دايما السكان بيحبوا يقعدوا في المناطق السهليه، يبعدوا دايما عن المناطق اللي هي موجوده عندي فيها جبال. وطبعا المناطق السهليه بتبقى حلوه ليه؟ لاقامه المناطق العمرانيه، لمد طرق، لتوفير تربه خصبه ومياه، وبالتالي يندر السكان في المناطق الجبليه الواعره. طيب نيجي بقى للعامل البشري. اول حاجه النشاط الاقتصادي، نوع النشاط بيحدد نوع الكثافه السكانيه او بيحدد عدد السكان. يعني مثلا لو بصينا هنلاقي عندي في المناطق الزراعيه بتركز في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وعدد كبير من السكان، مناطق صناعيه عدد كبير من السكان زي المدن الجديده الموجوده عندي زي 6 اكتوبر، مناطق التعدين زي راس غارب على خليج السويس، مناطق سياحيه زي شاطئ سينا وساحل البحر الاحمر عشان السياحه، كله ده بيخلي عندي فيه ايه؟ سكان. طيب طرق النقل والمواصلات ليها دور، يعني مثلا منطقه زي مثلا منطقه قناه السويس، قبل ما تكون القناه موجوده هناك ما كانش فيه سكان خالص. اول ما بقي في قناه السويس وبدا يبقى عندي طريق عالمي او ممر مائي عالمي، فبدا يبقى عندي فيه سكان وبعادات كبيره زي منطقه بورسعيد والاسماعيليه والقنطره. طيب الظروف السياسيه والعسكريه ايضا بتاثر في توزيع السكان وكثافتهم وعددهم. يعني لما كان في عندي حرب اكتوبر اعداد السكان كانت بدات ان هي تقل في منطقه سينا. ليه؟ لان بدا السكان يمشوا من مناطق سينا ويتوزعوا في المناطق اللي هي حوالين في الصعيد وغيرها. يعني بعد ما انتصرنا في حرب 73 قدرنا ان احنا اعداد السكان دي ترجع مره ثانيه، وبدا يبقى في مدن كبيره زي مدن القناه وارتفعت بيها الكثافه السكانيه. طيب ايه هي الكثافه السكانيه؟ قال لي بص، الكثافه السكانيه هي عدد السكان على مساحه الارض اللي بنعيش عليها. يعني لو اعتبرنا ان احنا مثلا 100 مليون ومساحه مصر مليون، تقريبا ان هي 100 فرد في الكيلومتر المربع الواحد، بس للاسف مش دي الحقيقه. طب ليه؟ لان انا كده بتكلم على حاجه اسمها الكثافه السكانيه العامه، لكن انا عندي حاجه اسمها الكثافه السكانيه الحقيقيه، وهي عباره عن عدد السكان على المساحه الفعليه اللي بيعيشوا عليها. على ايه؟ المساحه الفعليه اللي هي 5% اللي بنعيش عليها. وبالتالي بنلاقي ان الرقم ده بيتضاعف جدا، ممكن يوصل عندي لاكثر من 1000 نسمه في الكيلومتر المربع الواحد. وبالتالي انا مهم جدا ان انا اكون عارف هل انا بتكلم عن كثافه سكانيه حقيقيه ولا كثافه سكانيه عامه. طيب الكثافه السكانيه هنشوف في محافظات بتكون مرتفعه الكثافه السكانيه جدا، ودي متمثله عندي في القاهره ممكن تصل ل 51,000 نسمه في كيلومتر مربع الواحد. في محافظات مرتفعه الكثافه السكانيه زي الجيزه، متوسطه الكثافه زي الايوبيه، سوهاج، اسكندريه، اما منخفض الكثافه زي كفر الشيخ والبحيره. منخفض الكثافه السكانيه جدا الاسماعيليه والسويس. طب النادره زي المناطق الحدوديه زي ما قلنا شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الاحمر، الوادي الجديد، مطروح، دي محافظات مساحتها كبيره جدا واعداد سكانها قليله جدا. فبالتالي بنلاقي عندي في الواحات ومناطق التعدين ودي مراكز عمرانيه متباعده على السواحل. طبعا عندي بتختلف الكثافه السكانيه في الريف عن المدن، فانا عندي الريف عدد السكان او النسبه بتاعته توصل ل 57% من جمله عدد السكان، بينما عندي النسبه الباقيه موجوده عندي في المدن، وده يعتبر بالتالي ان انا عندي المدن هي اقل في عدد سكانها من سكان الريف.